يؤدي الكرة الآن متابعة جول. الملك القطراوي يسجل في هذه اللحظات لموسى هارون. الآن يسجل الهدف الأول لصالح الملك القطراوي. يا الله 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 الله، رأسية في وقت مثالي في بطولة دوري نجومي كيوم بي. كرة اللعب الآن متابعة باتجاه المرمى. الملك القطراوي يسجل عن طريق البرازيلي كايكي رودريغيز. هنا المتابعة. يا الله يا سلام يا المقابلة. كرة اللعب باتجاه المرمى. القطراوي كايكي رودريغيز يسجل الهدف الثالث. يا الله على الملك القطراوي، يا سلام على وسام رزق، يا سلام على البرازيلي كايكو مورينو رودريغيز يسجل الهدف الثاني. وسط ايضا مشاهده يكتفي دفاع السيليه بالنظرات، يكتفي بالانطلاقه السريعه الان. متابعه محاوله الى الامام باتجاه المرمى. جول للملك، الملك القطراوي عن طريق اللاعب المغربي المهدي برحمه. المهدي بالرحمة، المهدي بالرحمة يسجل الهدف الرابع لصالح نادي قطر على حساب السيلية. هل السيلية بغياب